يعاني سكان قرية الدالية على مقربة من طريق الوطني رقم 22 الرابط ما بين تلمسان وسبدو مشاكل تنموية عدة، أبرزها انعدام الطرق المعبدة المؤدية إلى التجمعات السكانية الجديدة، فضلا عن ترك مقاولين لمشاريع ربط القرى بشبكة الصرف الصحي لأشهر عدة، ما عرض السكان لحوادث خطيرة. بدأوا يخدموا فيها هذه في المواد مارس وشمحوا فيها تسال يومين هذا معينا نشتكو معينا كذا ولا واحد يتكلف بهذا الأمر. هذا على كل حال حنا نطلبوا مشروطات المعنية باش تخفلنا بالطريق هذه تخدمها يكملوا خدمتهم خفوا ويخفونا حنا لأن عندنا شبعان تاع الولايات راهم يجوا يتمشوا مع هذا الطريق، كاين حركه كثيره في هذا الطريق. هذا لونتربرونور اللي راه قابض هذا البلاصه هنايا راه يعفس فوقنا، ها الرقارات راك تشوف بعينيك هما محفورين وقاعدين الحديد يبان. الخطره اللي فات طاح لنا يشير نقرر الطريق راك تشوف شراها دايره، الحاله تاعها كي راها دايره حاله مجريه. راحنا عايشين في عزله، راحنا مغبونين وراه جايتنا المشتل، المشتل على الابواب والناس قاعد تعرف باللي منطقه تاع سبدو منطقه صعبه وعندها تضاريس واعره، وتعرف باللي الطريق هذه تعرف باللي انا عايشين انا مغبونين. احنا الحاجه اللي وصلتنا باش لغينا لكم هي النيرال بول، وصلت لنا لواحد الدرجه اللي ولينا ما قادروش. وراهم في 6 شهور ولا 7 شهور ما داروا هذا الواد قدامنا، مازال ما بلعوش هذه الرقارات، وانا بروحي راني نطالب فيهم باش يحفروا لي هذا الرقار ويكملوا عليا هذا الرقار قدام الدار تاعي، وراني نطلب في السلطات المعنيه باش تجي تشوف بعينيها. كما نشير إلى أن السلطات عمدت إلى تعبيد الطرقات بشكل انتقائي بعدما استثنت الجزء الشمالي من حي الدالية، ما أثار حفيظة السكان الذين يطالبون بتنمية عادلة في المنطقة.